بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهارده على الـ Energy Related Organelles، يعني عضيات مرتبطه بالطاقه. طيب زي الكلوروبلاست في البلانت سيل، والميتوكوندريا في البلانت سيل، والانيمال سيل. We have the two energy related organelles اللي هم قلنا الكلوروبلاستس والميتوكوندريا في الايوكاريوتس. الايوكاريوتس اللي هي الخلايا زي حقيقيه النواه اللي احنا قلنا قبل كده، حقيقه النواه اللي هي تبقى عباره عن فور ستراكشر، في كروماتين، في نيوكلير انفلوب، في نيوكلير بورز، في النيوكليوبلازم، وفي النيوكليولس. بالشكل ده على طول تبقى دي ايوكاريوتس او يوكاريوتس اللي هي خلايا حقيقيه النواه. في عضيين موجودين اهو مرتبطين بالطاقه داخل خلايا اللي هي حقيقيه النواه، الكلوروبلاست طبعا في بلانت سيل، والميتوكوندريا في بلانت سيل والانيمال سيل. Both organelles الاثنين دول build energy، تبني طبعا الطاقة in the form of ATP على هيئة adenosine triphosphate و ATP. Mitochondria are found in the plant and animal cell. خلاص اوكي. Singular mitochondrion called powerhouses of the cell، يعني دي عبارة عن بيوت الطاقة الموجودة في السل. Converters بتبدأ تحول ال chemical energy، الطاقة الكيميائية of glucose products، ولازم تقول products أقول لك عليها بعدين، محتوى نواتج الجلوكوز into the chemical energy of ATP. يعني الميتوكوندريا تحول الجلوكوز نفسه، لا ما تحولش الجلوكوز نفسه، لا تحول نواتج الجلوكوز، لأن الجلوكوز بتحلل في السيتوبلازم ويديك البيوريك أسيد اللي بيطلع منه بعد كده الطاقة في الميتوكوندريا. بتحول الكيميكال انرجي اوف اي تي بي، تحولها طبعا على هيئه اي تي بي، جزيئات الطاقه الاي تي بي تتخزن جوه الخليه فور ديفرنت سيلولر اكتيفيتيز. الميتوكوندريا يوز الاكسجين اند ريليز الكربون دايوكسيد اند الووتر، سو ذيس از كولد سيلولر ريسبيريشن. يبقى من مخ الخليه قلنا النيوكليوس، من الانتي فايروس بتاع السيل او القنبله الموجوده في الخليه اللايسوسوم، لكن من اللانج اوف ذا سيل، من الرئه بتاعه الخليه، هو الميتوكوندريا، لانها بتقوم بعمليه السيلولر ريسبيريشن، التنفس الخلوي. تاخد الاكسجين كده وتطلع منها الناحيه الثانيه ثاني اكسيد الكربون، ويطلع الميه، وفي الخطوه دي تطلع لك الانرجي على هيئه اي تي بي، وده بالظبط هو التنفس. الميتوكوندريا ار باوندد by double membrane. يبقى اللايسوسوم كان لايسوسومال membrane، لكن ده بيبقى عبارة عن double membrane. The inner membrane is folded، يبقى فيه انسناءات الداخلي. Form a little chilvis بسموه الكريستي، في أرفف كده داخلية أصبعية الشكل بسموها كريستي أو أعرف. الكريستي project into the matrix، بيدخل داخل إيه المادة الخلالية أو الداخلية داخل الإيه تجويف الميتوكوندريا. The matrix found in the inner space، موجود في الفراغات الداخلية، which is a gel-like fluid، مادة تشبه الجل. The matrix contain enzymes that breaks down the glucose products. The crystal contains a protein complexes and other enzymes like some cytochromes. يبقى بروتينز كومبلكس وسيتوكرومز، وده بريديوس الـ ATP. اللون البنفسجي ده اللي هو البيربل ده الماتريكس، which has enzyme. يبقى الانزيمز of the matrix بريديوس الـ ATP؟ لا طبعا. الانزيمز breaks down the glucose products، دي اللي بتكسر نواتج الـ glucose وتحوله لثاني أكسيد الكربون، وتطلع منه الكربون يتكسر ويتحول يبقى ثاني اكسيد الكربون. لكن الكريستي اللي هي الارفف دي الشكل ده، اصبعيه الشكل ده، فيها بروتين وفيها انزيمز، دول بقى كل مهمتهم هو انتاج الاي تي بي والمي. اوكي، يبقى ده الاوتر ميتوكوندريال ممبرين، وده الانر، ده ستريت ده كده، لكن ده فولدد بينهم بعض في فراغ بيسموه الانتر ميتوكوندريال سبيس، يعني انتر ميمبرين سبيس، غشاء ما بين او الحيز ما بين الغشائين. الماتريكس الداخلي اللي فيه انزيمز يحصل فيه خطوتين، اللي هو الخطوه الاولانيه بسموها البريبراتوري رياكشن، بريبراتوري رياكشن تفاعلات اللي هو تحضيريه، والخطوه الثانيه طبعا كلنا عارفين اللي هو الكريبس سايكل، دوره كريبس.
على الكريستي يحصل ايه؟ يحصل الالكترون ترانسبورت سيستم، جهاز نقل الالكترونات. الميتوكوندريون كابتشر ذا انرجي، طبعا كل دول انها تاخد الطاقه من المواد العضويه، ريدوسينج الاي تي بي، عندك مثلا زي الجلوكوز، في وجود الاكسجين هيتاكسد اكسده كامله ويديك الاي تي بي، يديك 36 او 38 اي تي بي اكوردنج تو ذا سيل. كل خلايا جسمك بتطلع 36 ما عدا خليتين اللي هو الليفر والهارت، بيطلعوا من الجزيء الجلوكوز الواحد 38 اي تي بي، وتطلع طبعا ثاني اكسيد الكربون ويطلع ميه. عشان كده قلنا ده سيلولار ريسبيريشن، ياخد اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون وميه. يبقى ده العضيات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، والخليه بشكل عام: بلازما ممبرين، نيوكليوس، نيوكليولس، ريبوسومز، اندوبلازميك ريتيكولم، رف اندوبلازميك ريتيكولم. يقول لك ده الرف عباره عن ستودد وذ ريبوزوم، يعني مرصعه بالريبوزومز عليها كده. السموس طبعا ما من غير ريبوزومز. السيليا والفلاجيلا، هنا قلنا 9 بلس 2 دبلت، لكن ده 9 بلس 0 تريبلت مايكروتوبيولز. السلام عليكم ورحمة الله.